مش قلت لكم محتاجه تصالح؟ العلاقه دي محتاجه نسمع بعض ونفتح مع بعض صفحه جديده، ومحتاجه حكمه، محتاجه نفهم بعض. احنا ما كناش فاهمين بعض، ممكن نكون فعلا ما كنتش فاهمين بعض، لانه ماشي وساب كل حاجه في العلاقه. يعني ده غبي، ده شخص غبي سايب كل حاجه وعشان كوبايه قام ماشي. فانت يعني انت عايز ايه؟ انت واخد كل حاجه، هو انت هتاخد، انت هتاخدني كامله يعني ازاي يعني؟ فهو شايف ان 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 العلاقه دي كان فيها جروح جامده قوي قوي قوي، وكان فيها طعنات في الظهر، كان فيها افكار وحشه ولوم على طول، بتلوموا على بعض، انت اللي عملت، لا انت اللي عملت، انت اللي عملت، وفيها جرح لانه هو مجروح هو كمان على فكره، وفيها شد وجذب جامد قوي. فشايف ان احنا ممكن نرجع العلاقه دي تاني، وممكن فيها امل اقدم العرض تاني. ادي تاني مره يقدم عرض، تاني مره شكله عايز يقدم عرض بجد ويرجع. بس عايزين نشوف. طب بس في الاخر هقول لك نيته ايه. مثلا انت شايف ان هي فعلا محتاجه حكمه، انت كمان شايف نفسها على فكره الحاجه محتاجه حكمه، ومحتاجه تفكير، ومحتاجه نسمع لبعض، ومحتاجه ان احنا نتشاور مع بعض، ويبقى في ما بيننا عداله. في لازم العلاقه دي يبقى فيها عداله، عشان كده هو عايز يرجع يعمل توازن في العلاقه دي. العلاقه دي ما كانش فيها توازن، في حد كان بيدي للتاني اكتر، في حد كان بيضحي اكتر من التاني. فهو شايف ان العلاقه فعلا محتاجه توازن، وانت كمان شايف انها محتاجه عداله، وانت محتاج العداله في العلاقه دي، لانه سابك والمك، وانت محتاج تتشافى من العلاقه دي. طيب دول دولكم دي النصيحه ليك كده قبل ما اشوف النيه بتاعتك. اعتقد والله اعلم يا برج السرطان انه هيرجع تاني يتكلم معاك، بس هيبقى في خناقه في الاول زي ما قلت لك، هيبقى في خناقه، هتضربوا ببعض، وكل واحد بقى هيتخانق مع التاني. والنصيحه بتقول لك اهدى شويه واستقر، وفكر بمشاعرك شويه يا برج السرطان، لان انت لما قفلت الدايره وموت معاك المشاعر القديمه. فالنصيحه بتقول لك فكر بمشاعرك شويه، مش بعقلك، ما تحكمش عقلك. انت لو حكمت عقلك هتبقى كده، هتتخانق معاه. رجع تاني مشاعرك تاني يا برج السرطان. انا عارفه ان برج السرطان مشكلته انه لما بيقفل على المشاعر بيقفل عليها بجد مش هزار. طب نشوف كده، يعني انا شايف ان انت بدات حاجه جديده، او شايف ان هو حاسه ان انت عملت حاجه شهرتك مثلا، بقيت مشهور نوعا ما، بقيت محبوب قوي. طب نشوف نيته ايه لو هو عايز يرجع، نيته خير ولا نيته مثلا ينتقم مثلا. ورقتين، لا لا ده لا نيته خير يا برج السرطان. ده انت لو بتتعامل مع حد برج جوزاء برضو ممكن يكون طالع شمس قمري، نيته يستقر معاك. هو زي ما قلت لك اكتشف بعد الفراق بانه طلع ميم مغفل كده، لما يجي يكلمك قول له انت ميم مغفل، طلع مغفل وساب كل، يعني بعد ما مشي اكتشف ان كل الكوبايات دي كانت حلوه، وان هو ساب العلاقه عشان حاجه واحده بس، فطلع مغفل. مين مغفل؟ طبعا وحق حمار، كل اللي احنا خدناه في المدرسه. فهو عايز يستقر معاك، وبيحبك قوي، هو بيحبك على فكره، بس هو غبي. في ناس غبيه، ايوه انا دايما اقول لكم يا جماعه اوعى، يعني دايما افتكر ان الشخص اللي معاك ممكن يطلع غبي، تفكيره غبي. انت قدمت له حاجات حلوه قوي، انت شخص جميل قوي يا برج السرطان، وشكلك ضحيت جامد قوي عشانه قوي. وعلى فكره هو فعلا وممكن يكون عايز يتجوزك على فكره، ده المأذون، الكارت المأذون، عايز يقدم عرض وعايز ينهي اللي فات ده كله، وانت عايز عداله. لو سمحت انا عايز عداله، انت عايز عداله، عشان كده النصيحه بتقول لك انت قفلت على مشاعرك قوي بطريقه مش حلوه. اقفل على الماضي، اقفل على الماضي، ولكن رجع المشاعر تاني يا برج السرطان، لان الشخص ده بيحبك. لو سمحت ما تتخانقش معاه، رجع مشاعرك تاني وخليك معاه بقى، وبلاش ده كله يعني، وبلاش الملل. طيب هو كويس انها انتهت على خير. نشوف بقى المنفصلين، وقلنا الطاقات بتبقى متغيره. يعني ده حاجة وده حاجة، أو أنت بقى زي ما تحب. المنفصلين من برج السرطان مشاعره إيه وناوي على إيه؟
ده مشاعره حاليا هو محتار ومش عارف يستقر خالص في المشاعر، وحاسس ان في حيرة شديدة قوي قوي قوي، بس ناوي ياخد قرار. ناوي دلوقتي زي ما قلت لك، هو حاسس بغموض قوي وانعزل فترة طويلة عشان يفكر، وشاعر بان ممكن يبقى فيه بداية جديدة، عشان كده هو عايز يجي يعمل بداية جديدة. ناوي على ايه؟ ناوي ياخد قرار يشيل بقى الغموم دي كلها. هو دي اللي بص، ده غموض، شخص محتار. هو محتار على فكرة، محتار قوي، يرجع من جعش، ممكن يكون مش متأكد انت عايزه ولا لا، ممكن يكون شاعر بان انت ما بقيتش محتاجه، ممكن برضو، والله اعلم. فهو عايز ياخد قرار بانه يشيل بقى الغمامة دي كلها، ولكن هو نفسه في بداية جديدة اهو. ده مجروح منه، ده نفس ليه كده؟ نفس اللي كنت بس مش مشكلة. هو مجروح، ما بينامش من التفكير، وعايز يرجع التوازن تاني. خلي بالك، هو مش متأكد من مشاعرك خالص، وشاعر بان انت نسيته، عشان كده هو متردد في مشاعره، وعمال يقول ارجع ولا ما ارجعش، ارجع ولا ما ارجعش، ارجع ولا ما ارجعش، ولكن هو هيتخذ قرار. بس خلي بالك ان هو لما يجي مش هيبين لك المشاعر دي، لانه مجمد مشاعره حاليا، هيبقى داخل عليك دخلة ازيك وانت عامل ايه دلوقتي. انا دايما مسميها الدخلة دي. ليه بقى مسميها الدخلة دي كده؟ عشان بيبقى هو قلقان اصلا، هو شخص قلوق قوي، وشكله كده ما بيحبش حد يكسفه، فهيقول لك ازيك عامل ايه. لو لقاك مثلا بتعمل سين ما بتردش، او ما ردتش اصلا على الموبايل في المكالمه، لو اتصل بيك مش هيتصل بيك تاني، ولكن هو نفسه يرجع ويعمل توازن، فهيدخل بس مجمد مشاعره، او عامل وش الخشب ده، عامل الوش ده عشان بس ايه، يداري الخيبه اللي هو فيها، حرفيا خيبه يعني الراجل اللي بيبقى محتار يرجع، ده انا بحس انها خيبه. خليك قلبك جامد، خش كده بقلب جامد وخلاص، رفضتك رفضتك خلاص، مش مشكلة، أو عموما رفضناك يعني. طيب العزاب بقى من برج السرطان، ودي طاقة تالتة خالص عشان الناس بس كده. والعزاب ده اللي هما ناس قطعت العلاقة تماما، ومتأكدين إن هي مفيش رجوع، وممكن يبقى في رجوع برضو، أو عزاب بقى لهم كتير قوي ما ارتبطوش، يا عيني، من آخر علاقة كانت سنة 88 في عز الحرب. برج السرطان اصلا نادرا لما بيخش في علاقات اصلا، يعني الرجاله بالتحديد منهم، الستات لا، الستات بتخش، ولكن دي وقعت بقى، حد داخل في طريقنا، لا، ومشاعره ايه وناوي على ايه، شكل كده حد قديم ولا ايه، ربنا يستر، ممكن يكون حد قديم خالص بقى خالص. يا الهي يا الهي. اعتقد انه في حاجه داخل، برج هوائي، شمس قمر طالع، وشخص جاد قوي قوي يعني، وبيحكم العقل على القلب دايما، والمشاعر بيبقى راكنها على جنب، ولما بيخش في علاقه حب بيبان في الاول بانه بارد وما عندوش قلب اصلا خالص، وبتبقى بتقول ده جاي يتسلى لا اكتر ولا اقل. انا بقول لك، مش بقول لك انت بتقول عليه جاي يتسلى، الكلام بتاعي بيتطبق في الورق. اول ما بيدخل بتقول ده جاي يتسلى، جاي يهزر، جاي يضحك، ولكن هو ما بيبقاش كده. ولو هو شخص قديم فهو هيرجع، ولكن هيحصل الاول مشاده كلاميه ما بينكم، بسبب في فراق حصل ما بينكم انتوا الاثنين، وهو عايز يرجع العلاقه دي مره ثانيه ليكم. وممكن يكون الشخص ده كان قديم، وانتوا اكتشفتوا طرف ثالث في العلاقه، فمشيتوا واتخانقتوا معاه ومشيتوا، ولكن هو هيرجع مره ثانيه عشان بيحبكم، او اختاركم انتوا، او اختاركم انتوا بالمعنى الاصح لبرج السرطان، واختاركم انتوا وعايزكم بعد ما انتوا مشيتوا، واكتشف ان الحياه من غيركم صعبه قوي، واكتشف ان الطرف الثالث ده كان بيتسلى، او هو كان بيتسلى بحد اصلا وانتوا مشيتوا، وهو راجع اكتشف ده. بس خلي بالك، بيحكم عقله قوي قوي قوي، بيفكر بعقله قوي. انت
طيب نشوف برضو مشاعره ايه. طبعا زي ما قلت لكم هو راجع، وراجع ليكم انتوا، لان هو شايفكم السوبر ميت بتاعه، وشايفكم انتوا القدر، انتوا شخص قدر ليكم. ممكن يكون كان في علاقة تانية أصلا وانتوا مشيتوا بقى، لما شفتوا مبسوط في العلاقة التانية قلتوا خلاص كده هو مش راجع خلاص، ونشوف حياتنا احنا بقى. برج المفاجأة، انتوا اللي هتحققوا له الاستقرار بتاعكم، وعايز يعمل تغيير في حياته. اعتقد ان هو كان سنجل، ممكن يكون برضو كان سنجل او بقى سنجل بعد العلاقة اللي قبليكوا، لو هو حد قديم وانتوا 16 علاقة تانية، وعايز يعمل تغيير في حياته سريع جدا، وعايز يحتفل، عايز يحتفل اهو، عايز بداية جديدة. هو كان سنجل، لو شخص جديد خالص في حياتكم فهو شخص كان، بصوا بقى لو شخص جديد ما تعرفوش خالص في حياتكم، اتفتحت قدامنا مش مشكله، شخص جديد قوي في حياتكم، فهو شخص كان بيلعب شويه وبيعرف ناس كتير قوي قوي قوي، وبيحب يتسلى بالعلاقات، ولما انتوا حسيتوا ان هو شخص مش جد اتخانقتوا معاه ومشيتوا، ولكن هو اكتشف في الاخر ان انتوا بتحبوه، واكتشف كمان حبه ليكم، هو كان بيتسلى. و ثانية واحدة بس ما خدتش ورق، فعايز يدي فرصة تانية للعلاقة دي، بس هيعمل تطور سريع جدا، عايز يعمل تطور بقى، اللي هو انا داخل مش هلعب، والله ما هتسلى، والله ما هتسلى، استنى عليا، اهدى عليا بس، اهدى عليا، انا مش هتسلى، انا داخل عشان اعمل تغيير سريع جدا، انا عايز بداية جديدة، عايز بداية جديدة معاك. دي بقى ناوي على ايه؟ ممكن يكون ناوي ياخد خطوة جديدة في العلاقة، انا ما نويتش، ناوي ياخد خطوه جديده في العلاقه، برج السرطان هو برج الجوزاء وبرج الحوت برضو، يعني حاجات زي ما قلت لكم، ناوي ياخد خطوه جديه في العلاقه، ناوي ينتصر بقى ويعلن بقى لو ممكن يتجوز، وينهي بقى اللي فات ده، عايز ينهي. بصوا اللي بتتعامل مع برج عقرب برضو، وناوي ان هو ينتصر بقى، خلاص بقى كفايه قوي كده، كفايه لعب بقى، كفايه لعب، وتعالي نعلن بقى. لو العلاقه دي كانت علاقه مجهوله الهويه، انا بسميها كده، اللي هي بتبقى العلاقات اللي احنا مش عارفين هو ده بيحبنا ولا لا، فهو لا هيعلن حبه وهيبدا فعلا يقول لكم لا انا بحبك والله ومش بلعب ولا حاجه. بس لو حد جديد خالص بقى وانتوا فعلا ما تعرفوش، فهو شخص حبيب شويه، وكان في علاقات، كانت في علاقات متعدده، وبعد كده باظت العلاقات، كل العلاقات اللي فاتت دي، ومشي وساب كل العلاقات دي، ساب العلاقات دي كلها وجاي ليكم انتوا بقى، لو حد جديد خالص. انما لو حد قديم وانتوا سبتوه لغرض مثلا علاقه ثلاثيه، او كان بيتلاعب بيكوا او حاجه، فهو راجع لكم ان شاء الله باذن الله. يا رب تكون القراءه عجبتك. برج السرطان، واسفه لانها قطعت، وان شاء الله خير عليكم يا رب، وما تنسونيش في الاشتراك.